شبعت ناقصنا لبكره؟ كل شيء صار جاهز للعرس. بابا شو بك؟ ليه وجهك اصفر؟ بدها تحمي مخدرات وتهربهم على المطار جاي بالفار. لا عارف اذا لازم صدقها ولا لا. وسام ما قدر عمل لها شيء؟ انا هون مع فيفيان. ولا حتى كلف حيله يلحقها مغفر. بكره عرسه. ولا عم تحضر لعرسك وترك سحبتي بالحبس؟ اخر الليل. يا امي شفت الزلمه قد ايه بتشبهني البنت؟ اوه كثير. ليش لتحط حالك بقصه يمكن ما تطلع منها؟ انت ما بتعرفي شو يعني تعيشي طول حياتك لقيط. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.